التعلم الذاتي ترى يبين ايضا الفروق الفرديه بين الطلاب، كل واحد سيتعلم في بيته وسيظهر ابداعاته الخاصه، فهذه فرصه للطلاب الان ان يبينوا ابداعاتهم الخاصه في المام بالمعلومه، بادراك بادراك المعلومه، لماذا نحن خفنا اصلا؟ من التعلم الذاتي وأنه لازم الناس تروح مدرسة متعودين طبيعي يتلقى هذا طبيعي مم ولأنه أصلا التعلم الذاتي ترى ما كان في حياتنا وفي تربيتنا لأبنائنا منذ صغرهم يا ما كان أساس التعلم الذاتي أصلا أساس مرتبط بالحياة